بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء اللي بيدرسوا مادة الستاتيكس مع الفيديو الرابع اللي هو خاص بالمحاضرة الثالثة الجزء الثاني، تعالوا نبدأ مع بعض إن شاء الله. إحنا لازلنا في شابتر 2 اللي هو Equilibrium of Forces Acting on a Particle. اتفقنا مع بعض إن موضوع الاتزان ده بتاع القوة المتلقية في نقطة بتأثر على جسيم، يعني منقسم إلى 2D و 3D. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن 2D، النهاردة دورنا مع 3D، وطبعا مش عايد النظر تاني، هنخش في أسئلة على طول. يلا نبدأ بإذن الله. مع أول بقى مسألة هنا بيقول لي determine the tension in each cord، تمام، used to support the 100 kilogram crate shown in figure. يعني حدد لي لو سمحت الشد المستخدم في كل حبل من دول. انا عندي كام حبل هنا يا جماعه؟ عندي هنا اي دي، وعندي اي سي، وعندي السبرينج اللي في اي بي، والشد في الحبل ده نفسه اللي هو طبعا هيبقى نفس الوزن بتاع الكريت ده بتاع الصندوق ده. فبيقول لي حدد لي كل شد او الشد في كل الحبال الموجوده عشان تعرف تثبت الايه الصندوق الحلو ده. وقال لي برضو هنا find also the stretch in the spring، يعني هات لي الاس بتاع السبرينج ده. تمام، يلا مع بعض بقى. زي ما خدنا قبل كده في 2D، احنا اول خطوه بنعملها يا شباب اللي هي free body diagram of point A، النقطه اللي مجمعه الخير كله حواليها. هنعمل نافوره، ايوه بس مش نافوره ميه طبعا، نافوره forces. هنطلع من ال A كل الفورسز اللي هنا. عندنا الويت اللي هو W equal 981 نيوتن. جت ازاي دي يا شباب؟ الويت equal mg، ال m 100، ال g 9.81، نعملهم تايمز بعض تدي 981 نيوتن. عندي تنشن في الكورد اي دي انا سميته اف دي، عندي تنشن في الكورد اي سي سميته اف سي، وعندي في السبرينج نفسه سميته اف بي. طيب بالمناسبه بقى اي مساله ايكوليبريم، تمام، عايزه اربع مراحل. المرحله الاولى هي الفري بادي دياجرام، المرحله الثانيه ان انا اعبر عن كل الفورسز اللي عندي، ويا ريت نعدهم بالمره. فانا رسمت الفري بادي دياجرام وي هاف فور فورسز، لازم اعبر عن الاربعه كلهم بدلاله الاي والجي والكي، او بالطريقه اللي احنا عارفينها اللي هي كومبوننت اكس وواي وزد ورا بعض كده. تمام، يلا قول فورسز اس كارتيزيان فيكتورز. انا بحب ابدا بالحاجات الحنينه، في كده اسم من عندي كده بسميه اللي هي قوة حنينه شويه، يعني حنينه اللي هي تبقى بيور بيور وذ اكسيز، يعني تبقى صافيه خالص كده مع المحاور، يا اما ايدنتيكال وذ اكسيز يا اما بارلل تو ذيم، either identical to axes or parallel to them. مين يقول لي مين هنا القوة اللي مش هتغلبني خالص ما اطلعها؟ ايوه الويت فعلا اللي هو in the negative direction of z، يعني وعندي ال fb اللي in the positive x direction. دول اللي هياخدوا مني just one second، يعني ها ال w vector عبارة عن minus 981 k، يعني 00 minus 981، وعندي ال fb vector عبارة عن fbi اللي هي fb 00. حلو، دول ما خدوش وقت خالص فعلا. تمام، نيجي مع بعض للفورس اللي هي AD اللي هي FD. FD دي عن طريق النقط زي ما انتم عارفين، يبقى FD فيكتور الرول بتاعها عبارة عن FD ماجنتيود مالتبلايد باي اليو كاب بتاعها اللي هو AD فيكتور ديفايدد باي AD ماجنتيود. ادي ال FD ماجنتيود بره، تعالوا نجيب بقى ال AD فيكتور. ال AD فيكتور جت ازاي يا شباب؟ يلا AD انا يعني عايز امشي من هنا لهنا، يعني كأنه عايز كوردينيت D يعني. تمام، او ممكن نقول D ماينس A وال A هي 0 0 0 وبالتالي هيديني D زي ما هي. ها اجيب بقى كوردينيت بتاع دي ازاي؟ همشي كده نيجاتيف 1 لان الاكس بوزيتيف كده، انت ماشي لورا احنا ده، يبقى ديت نيجاتيف 1 وبعدين بوزيتيف 2 وبعدين بوزيتيف 2 ثانيه، يبقى نيجاتيف 1 2 2. تمام، طب و 3 دي جت ازاي؟ هيبقى سكوير روت 2 سكوير بلس 2 سكوير بلس 1 سكوير. طبعا نيجاتيف لما اعمله سكوير هيبقى بوزيتيف، وانصح الطلبه ان هم ما يضيعوش وقت ويكتبوا لي هنا بقى سكوير روت ويقعد يكتب 2 سكوير بلس 2 سكوير. اي نعم مش تاخد وقت، بس انا رايي انك انت تكتبها على الكالكوليتر وتحط الريزلت هنا على طول زي ما انا عامل كده. يبقى انا طلعت 3 كومبوننتس، وخلي بالكم ان 3 كومبوننتس هم كالاتي: عندك نيجاتيف 1 اوفر 3 اف دي، وعندك 2 اوفر 3 اف دي دي الواي كومبوننت، وزد كومبوننت بقى 2 اوفر 3 مين اف دي. نيجي للاست فورس بقى اللي هي اف سي دي، اف سي فيكتور. طيب دي عن طريق مين؟ عن طريق الالفا اللي هي 120 والجاما ب 60. اه انا مش معايا البيتا، يبقى to get FC vector we need ايه يا جماعه؟ we need to get beta، البيتا الخاصه بيها يعني. تمام، طبعا عندي الرول المشهور كوزين سكويرد الفا اللي هي 120 بلس كوزين سكويرد بيتا اللي انا ما اعرفهاش بلس كوزين سكويرد جاما which is 60 equals 1.
هم جايب الكالكوليتر الحلو هو عامل 1 ماينس كوزين سكوير 16 ماينس كوزين سكوير 120 هيطلع لي ريزلت اجيب لها سكوير روت للانسر. هنا بقى في حته مهمه شويه، دي كوزين سكوير بيتا، وانتوا عارفين لما يكون عندي اي حاجه سكويرد وعايز اجيب الحاجه نفسها بيطلع لي بوزيتيف اور نيجاتيف. اخد بقى البوزيتيف اور نيجاتيف دي مش بمزاجك بصراحه خالص، يعني في ناس عندهم حساسيه ضد النيجاتيف يعني يقول لك انا لازم اخد البوزيتيف، يعني لا انت تبص على رسمك كويس الفورس اللي هي رايحه في اتجاه السي دي يا شباب. لو بصيت لها في الرسمه الاصليه كده هتلاقي ان الواي كومبوننت بتاعتها، الواي كومبوننت لو وقعت هتقع في الجزء النيجاتيف للواي ولا البوزيتيف للواي؟ النيجاتيف. يعني سؤال واضح جدا، تتوقعوا الاف سي واي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الاف سي واي دي ها نيجاتيف، وبالتالي طالما الاف سي واي نيجاتيف يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هنا يا شباب هاخد ايه؟ هاخد الكوزاين بيتا بالنيجاتيف يعني، تمام كده؟ يبقى انا هاخد الكوزاين بيتا بالنيجاتيف نيجاتيف 1 اوفر روت 2. بمعنى ان لو كان الكور دوت مرسوم ناحيه اليمين شويه، يعني يمين المستوى اكس زد، كانت تبقى الواي كومبوننت بالبوزيتيف وكنت خدت كوزاين بيتا بالبوزيتيف. يبقى الموضوع مبني على الرسمه يا اما مبني على المعلومه هو بيديها لك في المساله زي ما هنشوف المساله قدام بعد شويه. طيب يبقى كوزاين بيتا ايكوال نيجاتيف 1 اوفر روت 2، وبالتالي اقدر اربع من الفورس كلها كفيكتور بقى خلاص، يبقى اف سي، وبعدين افتح براكت كوزاين الفا اللي هي نيجاتيف هاف اللي هي كوزاين 6 كوزاين 120 يعني، وبعدين نيجاتيف 1 اوفر روت 2 اللي جبتها من شويه، وبعدين كوزاين جاما اللي هي كوزاين 60 بوزيتيف هاف. كده المرحله الثانيه خلصت، عبرت عن كل الفورسز بالاي والجي والكي. المرحله الثالثه بقى تكوين المعادلات ايكويشنز اوف اكويليبريم معادلات الاتزان. يعني عندي سيجما اف اكس ايكوال زيرو، يعني جمع لي كل الفيرست كومبوننت من كل الفورسز، اخد الزيرو من هنا اخد الاف بي من هنا بلس اف بي ماينس 1 اوفر 3 اف دي ماينس هاف اف سي، باخد الاكس من كل واحده يعني واسويها بزيرو، وبعدين بعمل سيجما اف واي كوال زيرو نفس الحاجه بقى بس اخد الواي كومبوننت اخد الزيرو من هنا واخد زيرو من هنا برضو، يبقى عندي هنا 2 اوفر 3 اف دي ماينس 1 اوفر روت 2 اف سي ايكوال زيرو. الثيرد ايكويشن بقى سيجما اف زد ايكوال زيرو، برضو اخد الثيرد كومبوننت نيجاتيف 981 دي، بدل بس ما اكتبها نيجاتيف 981 على الشمال هوديها الناحيه الثانيه على اليمين بعد الايكوال بالبوزيتيف، يعني هقول لكم ليه دلوقتي. واخد من هنا 0 من هنا 2 اوفر 3 اف دي، وبعدين هنا يا شباب بلس هاف اف سي ايكوال زي ما قلت لكم ال 981. انا حبيت اعمل كده عشان ترتيب الايكويشنز بقى. لو تلاحظوا ده كانه عمود الاف بي وده عمود الاف دي، شايفين يا شباب، وده عمود الاف سي وده عمود الكونستنتس، هنا 0 0 وهنا بوزيتيف 981. طبعا عايز المرحله الرابعه والاخيره بقى هنا انا اعمل سولفنج للايكويشنز، تمام؟ انا انصحكم باستخدام الكالكوليتر على طول، انا مش هقول لكم انتوا جبتوا الحلول دي ازاي يعني، فعلى طول استخدم الكالكوليتر اللي هي مود 5 2، بس اهم حاجه تدخل الكوفيشنتس بتاعت الانونز بطريقه مظبوطه. انت هتعتبر ان اف بي دوت هو الاكس بالنسبه لك الكالكوليتر يعني، والاف دي هو واي والاف سي هو زد. فتدخل كالاتي، اول حاجه 1 وبعدين نيجاتيف 1 ثيرد وبعدين نيجاتيف هاف وبعدين 0، تيجي هنا مفيش اصلا اف بي وبالتالي الكوفيشنت بتاعها 0، تعمل 0 دوس ايكوال دخل 2 ثيرد دوس ايكوال دخل نيجاتيف 1 اوفر روت 2 وبعدين 0 وبعدين كمان 0 كمان 0 هنا وبعدين 2 اوفر 3 وبعدين هاف وبعدين 981. هتدوس بعد كده يا شباب تدوس ايكوال يجيب لك اول واحد، اول واحد انت حطيته مكان الاكس، يبقى الاف بي طلعت بكذا الاف دي طلعت بكذا والاف سي طلعت بكذا، خلاص خلصنا. فاضل اخر حاجه صغيره خالص اللي هو الاستريتش، كلام سهل قوي. عايز الاستريتش اللي كان في السبرينج، احنا عندنا رول بيقول لي هنا ايه ان الاف بي ايكوال كي اس، وبالتالي الاس عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن اف بي ديفايدد باي كي، بس دونت فورجيت ذات كي از ان 1.5 كيلو نيوتن بير متر، هعملها بس تايمز 1000. يبقى انا هكتب ايه هنا؟ هكتب اف بي اللي هي 693.67 ديفايدد باي 1500، هيطلع لي ان الاس بي 0.46 متر. المسألة التانية بتقول determine the magnitude of forces F1 vector, F2 vector, F3 vector so that the particle is held in equilibrium. جميل. هو هنا لو تلاحظوا الرسمة، بص بقى أنا هنا مش هرسم الفري بير ديجرام. مين عارف ليه؟ لأن الفورسز واضحة مرسومة خلاص، يعني الرسمة اللي فاتت لو تلاحظوا يا شباب كان رسم لي كورد وكريت كده وبتاع، فأنا طلعت الفورسز. يعني من الاخر كده النافوره هنا موجوده جاهزه اهو، ادي فورس وفورس يعني كلهم موجودين اهو. طب how many forces we have؟ we have four forces we have sorry five forces، ادي مثلا 1 2 3 4 5، بس منهم اتنين given زي ما شايفين كده،
in 900 والايه و600 ومطلوب مني 3 forces. لاحظ ان استحالة يطلب منك اكتر من 3، مين عارف ليه؟ ها ايوه بالظبط، انا عندي 3 equations، 3 equations and so that maximum number of unknowns that we can get is 3. جميل. طيب يبقى الفري بادي ديجرام جاهز اهو، انا مش هعمله بقى، تعال نخش على المرحله الثانيه ان انا اكون الفورسز على طول. هعمل حركه سريعه شويه الطلبه هيفهموها ان شاء الله اكيد. يعني الفورس دي احنا هنا قوي اللي هي 600 زي ما قلنا البيور يعني، وبرده اللي وراها ديان اف 2، دي في اتجاه النيجاتيف اي ودي في اتجاه البوزيتيف اي ودي في اتجاه يا شباب ايوه النيجاتيف كي، برافو عليكم النيجاتيف كي، حلو جدا. انا هجمعهم كلهم فورس واحده انجازا دلوقتي يعني، فاهمين قصدي؟ مين شاطر يقول لي بقى في الـ في الفيرست كومبوننت هكتب ايه؟ 600 ماينس اف 2 ده الفيرست كومبوننت. طيب انا بجمع، انا بتكلم على الفورس 600 والاف 2 وال 900 اتفقنا؟ ف 600 ماينس اف 2 كلهم في اكس، والواي وال 900 دي في النيجاتيف ايه؟ في النيجاتيف زد او النيجاتيف كي، وبالتالي ملهاش واي بقى. يبقى هكتب كده، بصوا 600 ماينس اف 2 جمعت من اللي جاي قدام واللي جاي ورا اهي، وبعدين زيرو مش حاجه، ما عنديش حاجه في الواي، وهنا وهنا نيجاتيف 900. بالطريقه دي زي ما بيقولوا كده ايه، ضربت ثلاث عصافير بحجر واحد يعني، زي ما بيقولوا يعني. خلصت من مين يا شباب؟ خلصت من الدين واللي وراها وبرده 900 مره واحده. هيتبقى لي مين؟ انا قلت لكم 5، خلصت من 3 بضربه واحده زي الفل كده. فاضل لي مين؟ فاضل لي اف 1 الحلوه دي، مديني هنا ترانجل اللي هو 4 و 3 و 5، وواضح انها في الواي زد بلين. يعني ايه بقى؟ مش هيكون ليها كومبوننت في الاكس. يبقى عندي F1 فيكتور ايكوال، ها ملهاش كومبوننت في الاكس، يبقى 0، وبعدين 4 البارل الكومبوننت بتاعت الواي بارل ال 4، يبقى 4 اوفر 5 F1، واخيرا الزد هتبقى 3 اوفر 5 F1. شايفينها؟ ادي ال F1 فيكتور. فاضل مين بقى؟ فاضل ال F3 الحلوه دي. ال F3 هتيجي عن طريق انا كنت مسميها معاكم يا شباب ايه؟ حاجه اسمها ريزولف توايس. ريزولف توايس هو اسم على مسمى زي ما بيقولوا يعني، ان انا هعمل لها الاول اول ريزوليوشن اول تحليل يعني، هخليها كومبوننت في الاكس واي بلين، كومبوننت في الزد. شايفين الترانجل اللي واقف ده اللي هو الفيرتيكال ترانجل ده الفاتح شويه ده اللي هو ده، ده هجيبه عن طريق مين؟ عن طريق الترانجل الاولاني ده اللي هو 3 4 5 ده، شايفينه كويس؟ طيب لما تيجي نجيب الزد كومبوننت الاول، زد كومبوننت شايفينها دي بارال لمين؟ بارال لل 4، يبقى الزد كومبوننت بتاعت اف 3 هتبقى 4 اوفر 5 اف 3. بص كده معايا، انا بتكلم على زد كومبوننت 4 اور 5 اف 3. هجيب بقى الاكس والواي ازاي؟ بصوا يا جماعه، عشان نروح من الفورس دي للاكس والواي مباشره لازم نعدي على الوسيط اللي هو ده، انا بسميه الوسيط يعني، اللي هو كانك مثلا واحد عايز يروح لمدير ولازم يعدي على السكرتير الاول او كده. المهم هننزل ده الاول، هننزل ده عن طريق مين؟ عن طريق ال 3 اللي فوق دي شايفينها. يبقى الكومبوننت اللي هنا كده اللي في مستوى الاكس والواي عباره عن 3 اوفر 5 اف 3 تمام. طبعا بالمناسبة F3 دي ممكن بقى اشطب عليها خلاص، لان انا حطيتها كومبوننت في الزد اللي هي 4 over 5 F3، وحطيت كومبوننت في الاكس واي هنا في المكان ده بالظبط كده يا جماعة، في المكان ده بالظبط اللي هي كام؟ اللي هي 3 over 5 F3. حلو، دي خلاص الله يرحمها ماتت، مع السلامة شكرا. نمسك بقى مين؟ نمسك 3 over 5 F3 دي، محتاج انيمها مرة على الاكس، احطها مرة ريزوليوشن على الاكس ومرة ريزوليوشن على الواي، بس الوقت طبعا تبقى بالنيجاتيف ناخد بالنا تمام. عن طريق مين بقى؟ عن طريق الترانجل التاني ده اللي هو 3 4 5 ده. حلو يا شباب، يلا يبقى انا عندي هنا الكومبوننت اللي على الاكس بارل لمين؟ بارل لل 3. ما ننساش ان انا الكومبوننت اللي هنا ما اسمهاش اف 3 خلاص بقى، اسمها 3 اوفر 5 اف 3 من الاولانيه. يبقى انا عندي بقى 3 اوفر 5 اف 3 ديت، مره هستخدم 3 اوفر 5 ثانيه عشان احطها على الاكس. ابص بقى اهي يا شباب، 3 اوفر 5 3 over 5 اف 3 دي جايه من الكومبوننت بتاعت الاكس والواي، عشان احللها على الاكس حطيت تايمز 3 over 5. نيجي بقى للواي كومبوننت، هيبقى عندي 3 over 5 اف 3 برضو، انا لسه هنا، انا لسه واقف هنا تمام، واحطها بقى بارل للواي يعني احطها يعني على الواي بارل لل 4 دي، تبقى تايمز 4 over 5 بس بالنيجاتيف. يعني من الاخر انت خدت 3 over 5 اف 3 ديت اللي جت من القوى الاساسيه، مرة عملتها تايم 3 بر 5 فوضيتها على الاكس، ومرة عملتها تايم 4 بر 5 نمتها على الواي بس بالنيجاتيف عشان ايه؟ في الجزء السالب، ودي جبناها من الاول. بكده اكون جبت كل الفورسز، نخش المرحلة التانية. يلا شباب هنعمل ايه؟ هناخد بقى سيجنال فيكس كول 0 واجمع كل الاكسات. بصوا المسألة طالما انت كونت الفورسز بطريقة صحيحة
خلاص هتاخد معظم الدرجة، حتى لو لا قدر الله كملت غلط أو استعجلت وخدت في إشارات، ده هو المين، يعني المين بورت في المسألة، الجزء الأساسي. هجمع الإكسات، يلا 600 ماينس F2، وبعدين هنا 0، وبعدين عندي هنا بلس 9 أوفر 25 F3 إيكوال 0، this is the first equation. عندي سيجما F1 إيكوال 0، هجمع الغيرات يلا، عندي هنا 0، وعندي هنا 4 أوفر 5 F1، وعندي هنا نيجاتيف 12 أوفر 25 F3 equal 0. This is the second equation. Third equation by sigma f is equal 0. هناخد من هنا minus 900. هناخد من هنا 3 over 5 f1. هناخد من هنا 4 over 5 f3 equal 0. بكده كنت كونت 3 equations and 3 unknowns. نحلهم مع بعض بقى سواء بالكالكوليتر الالجبريك اللي انتوا عايزينه. المهم دي النتائج عندكم اهي. يا ريت تقارنوها وتشوفوها طلعت مظبوطه معاكم ولا لا. طيب يلا مسألة التالتة. السؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the resultant force of the three forces shown in the post shown is in the positive y axis. دي معلومة مهمة بقى. بص يا جماعة لو سمحت كده، هو المسألة دي انت تحس انها ميكسد ما بين الاكوليبريم وبين الدرس الشابتر اللي فات، يعني عشان فيها resultant يعني. فهو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي if the resultant force of the three forces، three forces اللي هي ادي F1 F1 اللي هي 180 باوند. بص الواحد دايما بيشوف الفورسز بيحاول ان هو يعني يشوف اللي وراها على طول. ال F1 دي واضح انها في اتجاه الاكس بس من الناحية التانية بالنيجاتيف، يعني لو حبيت تعبر عنها بالاي والجول كي هتقول ايه؟ ماينس 180 كوما 0 كوما 0 على طول كده، تمام. والفورس التانية اهي هتيجي عن طريق الريزولف توايس، عشان الانجلز دي مش الفا وبيتا ولا جاما، فاهمين قصدي؟ يعني دي عن طريق الريزولف توايس اللي احنا لسه عاملين زيها في المسألة اللي فاتت، بس المرة دي بانجلز، تمام. و F3 اعرف عنها الماجنتيود اهو 428، بس ما اعرفش اي دايركشنز خالص عنها. فالسؤال بيقول لي هنا ايه؟ ال resultant of the three forces دول shown in the positive y axis، يعني اديني معلومة عن ال resultant انها هتكون في ال positive y. اول ما يقول لي كده تفهم ايه؟ تفهم ان لا ليها اكس ولا ليها زد components، يعني هو بيقول لي خلاص ال resultant كلها في ال y، يبقى هي has no component in x direction and has no component in z direction, so we can write it as 0 or 0. هو ما ادانيش الماجنتيود بتاعها، خلي بالكم. طيب هو قال لي بقى find its magnitude، يعني عايز الماجنتيود بتاع resultant كويس، and the coordinate direction angles of F3 so that F3y تبقى positive. ممكن واحد يقول لي هنا يا دكتور في مشكلة، هو عايز مني resultant وعايز مني ال direction angle بتاعت F3 اللي هي ايه بقى بالسيمبلز؟ يعني الفا 3 بيتا 3 جاما 3، يعني عايز الالفا والبيتا والجاما اللي يخصوا F3. ممكن واحد يقول لي ده ما كده فور unknowns يا دكتور، فور unknowns. لا يا حبيبي، الالفا والبيتا والجاما بينهم علاقة تربط بينهم، اللي هو لو عرفت اتنين تعرف تجيب التالتة، وبالتالي هما يعني فعلا ممكن يبقوا 3 unknowns يعني. طب عشان ما نتأخرش يلا نبدأ المسألة مع بعض. ها نبدأ نحلها ازاي؟ ايه رايكم ارسم فري باي دياجرام والفورسز الفورسز ار شون، الفورسز مرسومه خلاص مش هرسم فري باي دياجرام ولا حاجه، تمام. يبقى انا هبدا على طول بايه؟ ان انا اعبر عن الفورسز بالاي والجي والكي. هبدا بالفورسز الايه؟ بيور الحنينه الصافيه كده، زي الاول هقول ان ار فيكتور مثلا ايكوال اف 1 فيكتور بس اف 2 فيكتور بس اف 3 فيكتور. الار عندي بكام يا شباب؟ الار عندي عباره عن 0 ار 0. الاف 1 فيكتور اللي هي قلنا ماينس 180 0 0. ال F3 فيكتور بقى انا هخليها كده، هخليها F3X F3Y F3Z، تمام. طيب يبقى انا اللي هياخد مني شغل شويه صغيرين قوي مين؟ F2. بس خلاص بقى احنا المفروض بقينا حريفه فيها بقى. ها F2 فيكتور اجيبها ازاي يا شباب؟ يلا عايز اجيب ال X component. الاول عايز اطمن انكم عارفين فين ال components هتجيبوها، يعني مثلا دي مين دي؟ شايفين دي؟ ايوه دي ال Y component بتاعت الفورس، ودي ال X component بتاعت الفورس، شايفينها؟ ومين دي؟ دي الزيت كومبوننت بتاعت الفورس اللي اسهل واحده بالنسبه لنا. طيب عايز اجيب الاكس اللي هي ديت. الاكس والواي هيجوا عن طريق ايه؟ ان انا ارمي الاول 300 باوند دي اللي هي الاف 2 على الاكس واي بلين الاول عند الوسيط، ومن الوسيط اوديها مره كوزين 40 على الواي ومره ساين 40 على مين؟ على الاكس. يبقى الاكس كومبوننت تبقى عباره عن 300 كوساين 30. بصوا يا جماعه انا اتمنى ان عينيكم تتحرك بالطريقه دي، يعني اول حاجه 300 كوساين 30، يبقى انت بقيت عينك هنا دلوقتي، عينك بقت هنا خلاص. الطريقه دي سهله قوي ماشي. يبقى 300 كوساين 30
يعني انا بقيت هنا دلوقتي خلاص السايد ده اوبوزيت لل 40 يبقى ساين 40 عشان اروح للاكس، وفي نفس الوقت 300 كوساين 30 كوساين 40 يبقى انا جبت الواي كومبوننت. واخيرا الزد بقى مش محتاجه حاجه، هي بالترانجل الفيرتيكال ده للراسي دوت، هقوم قايل ايه 300 ساين 30 ساين 30 على طول، بس بالايه بالنيجاتيف عشان داون ورد. ادي الفورس الثالثه اهي F2 كوساين 30 ساين 40 كوما F2 كوساين 30 كوساين 40 كوما نيجاتيف F2 ساين 30. تمام يا شباب، بكده جبنا كل الفورسز. نبدأ بقى، ايوه هم قالوا هنا بقى هقول له Rx equal sigma Fx، انا هنا مش equilibrium يعني، في هنا الى حد ما حتة موجودة اللي هي ال Y component ال resultant، ف Rx equal sigma Fx هاخد من ال Rx مين يا شباب؟ هاخد من Rx اللي هي الجزء 0 الاولاني ده هون، وبعد ده في الليفت هاند سايد، وبعدين ايكوال سيجما اف اكس اخد بقى في الرايت هاند سايد كل الاكس كومبوننت من كل الفورسز، اخد ماينس 180 واخد بلس اف 2 كوزاين 30 ساين 40 واخد بلس اف 3 اكس واسويها بزيرو. تمام، الزيرو اللي هو الاولاني بتاع الار. طب اقول لكم على حاجه، مش دين كده ايكويشن فيها انون واحد بس اللي هو اف 3 اكس، يبقى انا اقدر احسبها، اقدر احسب اف 3 اكس بمنتهى البساطه، طلعت ابروكسيميتلي 13 يعني 13 باوند، وبالتالي اقدر اقول خلي بالك من حاجه ان الماجنتيود بتاع F3 عندي اهو 428، يبقى انا على طول اقدر اجيب الفا، لاني اقدر اقول ان ايه 428 كوزاين الفا 3، مش هي دي الاف اكس يا جماعه بتاعت F3 اللي هي عباره عن 428 كوزاين الفا 3، وبالتالي اقدر اجيب هنا منين؟ اقدر اجيب هنا ايه الفا 3 طلعت ب 88.26 عن طريق شيفت كوزاين يعني. تمام، جميل جدا جميل، يبقى انا هنا جبت الفا 3. حلو، نعمل نفس الكلام مع مين بقى؟ بصوا لو دخلت في الواي دلوقتي، الواي فيها النون ار هنا وفيها اف 3 واي، انا ما اعرفش البيتا بكام هنا، يبقى تعالى ناخد الزد احسن يعني عشان استغل الزيرو الموجود هنا ده، عشان كده انا المساله دي بحس انها ميكسد يعني حتى اكليبريم وحتى من الشابتر اللي فات. يبقى ار زد ايكوال سيجما اف زد، هقوم قايل بقى هنا يا شباب زيرو بتاع الار في السكند في الثيرد كومبوننت، وابدا اجمع الثيرد كومبوننت من كل الفورسز، عندي 0 هنا، عندي هنا في الاخر خالص ماينس اف 2 ساين 30 ساين 30 بهاف، والاف 2 ب 300 تبقى ماينس 150، وعندي هنا اف 3 زد. يبقى انا كونت ايكويشن فيها انون واحد اللي هو اف 3 زد، اقدر اجيبه اللي هو 150، وبعدين في نفس الوقت في حاجه ثانيه اقدر احط فيها اف 3 زد، يعني ات ذا سيم تايم اف 3 زد از اف 3 كوساين جاما، واف 3 عندي اللي هي ايه 428، يبقى هم عامل 150 divided by 428 وعمل شيفت كوزاين، فيجيب لي ان جاما 3 بكام؟ بالقيمه دي 69.48. جميل قوي، بقى عندي الفا 3 وعندي جاما 3، مين دلوقتي بقى فرح وزقطته زي الفل كده؟ بيتا 3 كانت مستنياهم بقى، يبقى كوزاين سكويرد الفا 3 بلس كوزاين سكويرد بيتا 3 بلس كوزاين سكويرد جاما 3 equals 1، يبقى اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب بيتا 3. تمام، هنا بقى اقدر اخش في السكند ايكويشن في الثيرد ايكويشن بتاعت الواي بقى بتاعت الواي، ها هم قايل بقى ار واي اخر حاجه خالص اهو ار واي ايكوال سيجما اف واي، وبالتالي هاخد من الار، هاخد في الليفت هاند سايد الار اللي هي في النص اللي شايفينها، وفي الرايت هاند سايد اجمع كل الواي كومبوننتس من كل الفورسز اللي عندي، اخد من هنا 0 ومن هنا اف 3 واي. تمام، ومن هنا اخد مين يا شباب؟ اخد ايه ال F2 كوساين 30 كوساين 40، مع العلم بقى ان F3Y بقت عندي. ليه؟ لان F3Y عباره عن ايه؟ عباره عن 428 كوساين بيتا، وبيتا اخيرا موجود اهي خلاص. يبقى انا هقوم قايل بقى هنا R equal 300 كوساين 30 كوساين 40 بلس 428 كوساين 20.24، ودلوقتي اطلع الريزلتنت خلاص. تمام يا شباب؟ مسألة جميلة وكويسة وخلصنا منها على خير والحمد لله. مع اخر مسألة بقى يلا عشان نخلص. السؤال ده بيقول لي هنا ايه، السؤال ده بيقول لي يا شباب هنا if the tension developed in either cable AB or AC cannot exceeded 1000 pound. يعني هو مديني هنا ايه، مديني الرسمة الحلوة دي وبقول لي والله الكيبل اي سي ده اللي يكون في عين مكان الكيبل اي سي والكيبل اي بي اخرهم 1000 باوند، ما يقدرش يزيدوا عن 1000 باوند. هقول لكم المعلومه دي هنستفيد منها ازاي بس في اخر الحل يعني. تمام،
هو عايز يبقى determine the maximum tension that can be developed in cable ED في ال ED when it's tightened يعني مربوط يعني by the turnbuckle. turnbuckle ده اللي هو لو انتوا عارفين شباب لما في يكون عربية عايز تجر العربية وراها بيكون فيه زي مشبك حديد كده قوي شوية اللي هو مرسوم هنا دوانيا. الكلام ده مش هيعنينا قوي في الحل بصراحة فمش مشكلة قوي. المهم also what is the force developed along the antenna tower at point A. تمام طيب يلا مع بعض بقى نشوف الحل بتاع المسألة الجميلة دي. دي لازم لها free body diagram. انا مش شايف forces قدامي فلازم ارسم free body diagram. عندي كام force يا شباب؟ كل chord من دول هيتحول لفورس تمام خارجة من النقطة زي النافورة الحلوة كده. يبقى عندي 3 forces مبدئيا وفي نفس الوقت طبعا ده ان equilibrium. شايفين اللي تحت دي هناخدها بعدين ان شاء الله في شابتر 5 يعني او شابتر الايكوليبريم بتاع ريجيد بودي بيسموها بولان سوكت يعني بتطلع رياكشن. الرياكشن ده يكمني كل الفورسز كونكرنت ات اي يعني بيتقابلوا عند اي. ففي زي ما انتم عارفين كده يعني قاعده ظريفه بتقول طالما كل الفورسز متلاقيه في نقطه وكمان في ايكوليبريم فلازم الفورس الرابعه دي تكون بتعدي على نفس النقطه يعني. فلما ارسم الفري باير ديجرام هيبقى عامل كالاتي. ادي الفري باير ديجرام اوف اي شايفين يا شباب حولت كل كورد الفورس دي اسمها تي سي. بالمناسبه طالما كلهم طالعين من نفس النقطه انا ما بحبش اقول تي اي سي وتي اي دي. طالما طالعين من نفس النقطه خلاص انا عندي هنا تي سي رايح لغايه بوينت سي وتي دي رايح لغايه بوينت دي وعندي تي بي رايح لغايه بوينت بي وعندي بقى الرياكشن اللي طالع من تحت ده هنسميه اف اي اللي هو بصراحه جاي من عند الاي البولن سوكت ده اللي هو السبورت ده بيطلع رياكشن كده هنخليه يمتد يطلع فوق يظهر عند ايه هنا كده. ها مجموع الفورسز قد ايه يا شباب؟ 4 forces. انا مش هستريح غير لما اكتبهم كلهم in terms of i, j and k. يستحسن بقى مع free body diagram انك تجيب لي ال coordinates بالمناسبة يعني. ها تعال نجيب coordinate ايه. يلا a هنا لو تلاحظوا هي على z axis تمام و عشان توصل لها محتاج 30 in positive z يبقى 0 0 30 دي ال coordinate بتاعت a. طيب تعال نجيب coordinate b الحلوة دي. يلا همشي بص بحب اقف عند الاوريجن وامشي همشي الحتة دي. دي قد ايه يا جماعة؟ 10 شايفين ال 10 دي with x وبعدين minus 15 بالنسبة لل y والزد خلاص 0 عشان وصلت لل b خلاص يبقى 10 minus 15 0. ها اخبار ال c يا شباب؟ ال c موجودة وراها شايفينها. يبقى انا مضطر امشي كده الاول اللي هي minus 15 في ال x وبعدين minus 10 في ال y وبعد كده 0 في الزد تمام. الدي الحلوة دي بقى غلبانة قوي دي على y axis هتبقى كام بقى؟ هتبقى 12 هتبقى 0 و 12.5 و 0 تمام كده. اول مرحله خلصت نخش المرحله الثانيه. يلا ها عايزين فورسز از كارتيزيان فيكتورز. ها هبدا بالحنين في اي حاجه حنينه هنا في اللي هي الاف اي دي مش هتغلبني خالص. دي بارال لمين يا شباب؟ دي دي او ايدنتيكال وذ بوزيتيف زد منطبق على زد الموجب فتبقى 0 0 اف 3 يبقى الاف سوري اف اي يبقى الاف اي فيكتور هنا عباره عن 0 0 اف اي تمام. نبدا بقى نجيب الفورسز بالترتيب كده. تعال نجيب مين؟ تعال نجيب تي بي فيكتور. الرول بيقول لي يا شباب ها تي بي ماجنتيود تايمز اي بي فيكتور اللي هو خط عملها يعني اوفر اي بي ماجنتيود اللي اتفقنا اللي هو اليو كاب يعني. طيب التي بي خليه بره. تعال نجيب بقى اي بي فيكتور على اي بي ماجنتيود. اي بي يعني ايه؟ يعني بي ماينس اي. ادي البي قدامنا ودي اي قدامنا. بي ماينس اي 10 ماينس 0 10 ماينس 15 ماينس 0 خلاص ماينس 15 0 ماينس 13 30 تبقى ماينس 30. زي ما اتفقنا في طريقه تانية بيني وبينكم يا شباب اللي عايز يروح من ال بي على طول من الرسمه كده ممكن يقول انا عشان امشي من ال بي هنزل هنا 30 وامشي هنا 10 واروح هنا ماينس 15 هي 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 يعني. طب المهم اعمل بقى ديفايد باي الماجنتيود. الماجنتيود لو عملناها على الكالكوليتر هيطلع لك 35 يعني سكوير روت ده سكوير ده سكوير ده سكوير. انا الصراحه جبتها بطريقه تانية خدت ال 5 كومن فاكتور فاتبقى هنا 2 وهنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 6. لما عملت سكويرنج بقت 36 مع 440 مع 949 بقت السكوير 7 فما خليت ال 5 بره وال 7 هنا. دي اكتبها احسن ازاي يا شباب؟ خلوا هعمل سمبليفاي الاول هبسط يعني هقسم على 5 فوق و 5 تحت تمام او هوزع ال 5 دي على ده وعلى ده وعلى ده عشان يبقى صوره بسيطه واخلي ال 7 بره فبقت تي بي اوفر 7 وعندي هنا ايه 10 اوفر 5 بقت 2 وعندي نيجاتيف 15 اوفر 5 بقت نيجاتيف 3 ونيجاتيف 30 اوفر 5 بقت نيجاتيف 6. دي ابسط صوره نكتب فيها التي بي فيكتور. يلا نفس الكلام مع مين بقى؟ مع التي سي فيكتور ايكوال تي سي ماجنتيود اي سي فيكتور اوفر اي سي ماجنتيود. ادي التي سي بره وهنحط هنا اي سي مينز سي ماينس اي نيجاتيف 15 ماينس 0
negative 10 minus 0 وبعدين 0 minus 30. هنلاحظ ان دول نفس دول لو تلاحظوا بس مع اختلاف الترتيب، وبالتالي هيبقى برضه تايمز 5 over 7، وهعمل نفس الحركة equal tc over 7 بره، وهنا هيبقى negative 3 negative 2 negative 6. جميل. الفرصة التالتة ممكن اعملها بنفس الطريقة، بس انا بيني وبينكم يعني زهقت من الطريقة دي خلاص. بصوا هو ده في ال y z plane، طبعا مش لازم تعملها زي ما هنعملها دلوقتي، اعملها بالطريقة الكلاسيك عادي عشان تطمن، بس انا هعملها بطريقة سريعة شوية. انا بصوا يا جماعة ممكن اعمل ايه، ممكن ارسم هنا triangle زي الترانجلز اللي كنا بنحلل بيها 3 و 4 و 5 والحاجات دي. هعمل هنا ترانجل ظريف شوية، واحد parallel لل z وواحد parallel لل y، تمام، عشان هي في ال y z plane يعني. طيب ال parallel لل z دوت اقدر احط مكانه ايه كلينث يعني 30 شايفينها، وال parallel لل y اقدر احط مكانه كام 12.5. لو حبيت تعمل هي دي انت عايزها كريشيو يعني عشان تعرف تحلل بيها، يعني تبقى 30 over 12.5، يعني هتخليها مثلا ال 12.5 دي خليها 125 over 10 داون داون تطلع اب فوق، يبقى 300 over 125. اعمل simplify على 25 يطلع لك كام، يطلع لك هنا على 25 تبقى 12 over 5، يبقى كأن ال vertical 12 والهوريزونتال 5 وبالتالي الهايبوتنس 13. يعني هعملها ازاي على طول بقى انت عشان تحلل الفورس، الفورس طالعه كده هيبقى ال y component parallel لل 5 يبقى 5 over 12، طبعا 0 في ال x الاول وبعدين 5 over 12 تمام، 5 over 13 اسف 5 over 13 تي دي، وبعدين اللي في ال z negative 12 over 13 تي دي. انا عملتها بسرعه معلش، اللي عايز يعملها بالتفصيل بقى يعملها زي الطرق اللي قبلها عادي انا تمام، عشان ما عنديش تلخبط يعني. نخش المرحلة التالتة وهي الـ equations بقى بتاعت الـ equilibrium. هجمع سيجما اف اكس equal 0، يلا اجمع كل اللي في الـ x direction في كل الفورسز اللي جبتها. انا هنا ما عنديش حاجة، هنا عندي 2 over 7 تي بي، وهنا عندي minus 3 over 7 تي سي، وهنا عندي 0 equal 0. ادي الـ first equation، اظن كان بقى سهل خلاص بيتعاد الحمد لله. سيجما اف واي equal 0، هنمسك الـ y component من كل الفورسز، عندي هنا 0 وعندي هنا minus 3 over 7 تي بي، عندي هنا minus 2 over 7 تي سي، وعندي هنا plus 5 over 13 تي دي. كويس. finally بقى سيجما اف زد equal 0، هدي نفس الكلام بس عندي هنا اف اي، اف اي اهي، وعندي بعد كده minus 6 over 7 تي بي، minus 6 over 7 تي سي، minus 12 over 13 تي دي equal 0 تمام. نيجي بقى هنا الحتة اللي اتقالت في اول الجملة خالص، قال لك ان التنشن في الكيبل اي سي او الكيبل اي بي اخرهم 1000 باوند. طب تعالوا نركز مع بعض، خلي بالك ان هو طلب مني ايه برضه، طلب مني الماكسيمم، يعني جه في السؤال قال لي لو سمحت انا عايز الماكسيمم تنشن ذات كان بي ديفلوبد ان كيبل اي دي. فالماكسيمم تنشن في الكيبل اي دي هيجي امتى؟ هيجي لما واحد من دول، واحد من التو كيبلز دول ياخد الماكسيمم بتاعه. فلو بصينا كويس للفيرست ايكويشن، الفيرست ايكويشن جامعه ما بين التي بي والتي سي، حتى ممكن نعمل سمبليفاي تايم 7، ف 7 دي كنسلوها، بقى عندك 2b 2tb equal 3tc. حلو. طيب لو انا قلت يا جماعه ما تيجي نخلي مثلا tc يكون ب 1000، ما هو واحد منهم لازم يكون ب 1000 عشان يوصل الماكسيمم بتاعه، عشان يجي الماكسيمم في التنشن اي دي. طب لو خليت انا، لو خليت انا يا شباب tc دوت ب 1000، ساعتها يبقى tb بكام؟ ركزوا شويه الله يخليكم، ها 2tb equal 3tc، عشان اجيب التي بي هيبقى 3 over 2 تي سي، يعني لو التي سي ب 1000 هيبقى التي بي بكام؟ 1.5 تايمز 1000، يعني لو التي سي ب 1000 باوند هيبقى التي بي ب 1500. طب ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش، ريجكتد. ليه؟ عشان التي بي اخره 1000، يبقى الوضع دوت يستحيل. تعالوا نعكس، نخلي مين يا شباب؟ ها نخلي التي بي هو اللي ب 1000، هنلاقي فعلا ان التي سي عباره عن 2 ثيرد تي بي بقى. في الحاله دي الموضوع ممكن يمشي خلاص، يبقى هنا هنخلي التي بي هو اللي ب 1000، وهيبقى معنى كده ان اقدر اجيب التي سي على طول من الاول ايكويشن اهي اللي 2 ثيرد يعني بتاعت ال 1000. جبت التي سي اقدر احط التي سي والتي بي هنا في السكند ايكويشن، اقوم جايب تي دي، واقوم واخد التي بي والتي سي والتي دي حاططهم في الثيرد ايكويشن عشان اجيب مين؟ عشان اجيب الـ A الـ T الـ F E، وبكده اكون جبت يا شباب المطلوب كله ان شاء الله. بالتوفيق وربنا يوفقكم باذن الله، واستنونا بقى في الفيديو بتاع المومنت about a point about line. بس ممكن نخلي شباب بقى الصفحة هنا، يعني اللي عايز اي سؤال اللي عنده اي استفسار اكتبه عشان تبقى فيه
اي تجاوب ان شاء الله، او نحاول نجيب لكم الاسئله اللي انتوا عايزينها ان شاء الله يعني. يلا حفظ الله، مع السلامه.